هذه مدرسة ما هيك؟ قديش قصتها بتعرفي شيء؟ تشيل الولد 50 دولار هيك. اسمعني حضرتك، عندك ولاد؟ عندي احفاد. طيب قديه بتكلف لو واحد يبلش مدرسة؟ يعني شو بده يجيب اغراض؟ يعني هلا ابنك عنده ولاد؟ عنده ولدين. ولدين بسجلهم انه ناطرين بركي بيصير تلحلح. يعني عنده ولدين، يعني حيدفع 100 دولار تسجيل الرسوم. ايه بس اكيد بده كرطاسية. وبده كرطاسية، قديه بكلفه؟ شي 200 دولار؟ ما بتشيله، ما بتشيله. يعني ممكن ال 400، ان شاء الله تشيلوا ال 400. اذا ابني عنده اثنين، ايه اذا غيره عنده اربعه وخمسه شو بيعمل؟ بيسرقوا ولا بيشلحوا؟ لا او مثلا بيلتقى فيي. واحد اثنين ثلاثه اربعه، هول الباقي لالي وهول لابنك. عم تتسال؟ ايه والله هو عاطل عن العمل، يا الله وجهني لالك ورزق. وانا هلا حطيت له قدامه ورزقته 400 دولار. شو بك دعت نسيت رقم ابني؟ انا بشتغل وبصيد وانا انصدمت. بتعرف انا ليش الله وقفك قدامي؟ ليه؟ يعني انا في عصلة الليل وبقرا قران كريم. لانه انا اذا ما فقت جيراني بيستعجبوا لاني ما فقت. يمكن رب العالمين وقفك القران جابك لقيت. نيتك، نيتك الصافيه. الحمد لله. ماما الله من عنده بعت لك لاولادك 400 دولار للمدارس. رزقه من رب العالمين. مرحبا. من حتى اولادك؟ انا بدرس بمرياطه وحتطلع. طب وقد ايه الاقساط تقريبا؟ بتبلش بال 400 دولار لل 600 650. لو منك معلمه كنت دفعتي 400 دولار ل اوكي لحظه بس اشوف شيء. واحد اثنين ثلاثه اربعه. شو هو؟ 400 دولار. حق القصة؟ عن جد عم تحكي؟ نو. لا هولي حقيقيين. أربعة ايه اكيد حقيقيين بس ليه؟ هيك ندفع حق مدرسة حدا. عن جد؟ ايه ثانك يو. انتو عرفتهم؟ هلا عرفت، شفتهم على الفيسبوك؟ يلا جربي. لا لا انتوا هيك انا بحضركم على فكره. انا مغلبطه. مين هولي؟ كذابين هوليك. بفنصوا اكيد. نحن حقيقيين. شو هالصدفه بس؟ حلو؟ ايه اكيد. ثانك يو كثير. رايحين على المكتب بيع كتب وجيب. حتعطيهم بلاش لحدا. اوكي. ديل؟ ايه ديل. اوكي؟ ايه ديل. في مشكلة إذا صورنا؟ لا ما في مشكلة. حضرتك من المنطقة؟ بتعرفي شي مدرسة بالمنطقة؟ بتعرفي قديش القصد فيها؟ ايه انت حضرتك عندك اولاد بالمدرسة و500 دولار عم تدفع؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تفضلي. لا مش لإلك. للبنت. شكرا. مرحبا. هيدي مدرسة؟ قديش قصتها بتعرف؟ طيب مثلا انت سوري حضرتك بنتك قديش قصة المدرسة؟ 50 دولار. بدك تشتري لها كتب وكرطاسيات، يعني شيء 400 دولار بيطلعوا. اوكي بس لحظة. واحد اثنين ثلاثة أربعة، تفضل. عفوا. للمدرسة. شكرا. أهلا.